أهلا بكم من جديد. تحت رعاية معالي رئيس مجلس الشورى السيد علي بن صالح الصالح، نظمت جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحفل الختامي لبرنامج صناع القرار الاقتصادي تحت عنوان دور الإعلام وأثره في صناعة القرار الاقتصادي. وأشاد النائب أحمد صباح السلوم رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتنظيم برنامج اقتصادي توعوي على هذا القدر الرفيع من الاحترافية في الطرح والفكر وانتقاء الموضوعات وشمولها، حيث اشتمل على 27 ورشة عمل ومحاضرة ولقاء مع نخبة من المختصين من المدربين والإعلاميين ورجال الاقتصاد والمال والتجارة. كما ركز البرنامج على كيفية الاستفادة من وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لمختلف الفئات في التسويق لمنتجات الشركات والتجار بأقل تكلفة ممكنة. الهدف من هذا البرنامج اللي هو خلق رجال ورواد أعمال يكون لهم تمثيل ويكون لهم قرار ويكون لهم صوت في الأدوات اللي هي لها علاقة بالاقتصاد، وأن يكون لهم صوت مؤثر ومسموع. فاحنا نحرص ان دائما نختار وجوه جديده وجوه شابه ليكونون هم ان شاء الله عجله المستقبل الاقتصاديه. حققت شركه ألمنيوم البحرين ألبا انجازا تاريخيا عندما تجاوزت 15 مليون ساعه عمل دون اي اصابات مضيعه للوقت حتى السبت الموافق 21 من ديسمبر، ولاول مره في تاريخها منذ بدء عملياتها التشغيليه عام 1971. وهنأ رئيس مجلس إدارة شركة ألبا الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة جميع العاملين في ألبا بهذا الإنجاز، وقال إنهم يتطلعون لبدء حقبة جديدة في عام 2020 مع تحول الشركة إلى مصهر ينتج 1.5 مليون طن متري سنويا، لتصبح ألبا بذلك أكبر مصهر للألمنيوم في العالم مع تشغيل خط الصهر السادس بكامل طاقته الإنتاجية. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين. فقد أقفل مؤشر البحرين العام على تقدم نسبته 0.37% مغلقا التداولات عند مستوى 1599 نقطة، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاعات البنوك التجارية والتأمين والخدمات والفنادق والسياحة. وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 3,068,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 865,000 دينار تم تنفيذها من خلال 94 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية. أما بالنسبة إلى أغلاقات باقي البورصات الخليجية، فنبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 8416 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 1.39% لتكون الرابح الأكبر بالنسبة للتداولات هذا اليوم. وبالنسبة لسوق أبو ظبي للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 5111 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.71%. أما سوق دبي المالي فقد أغلقت عند مستوى 2782 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.70%. تصدر رئيس أرامكو السعودية وكبير إداريها التنفيذيين أمين بن حسن الناصر قائمة أقوى 40 شخصية تنفيذية في مجال الكيميائيات على المستوى العالمي للعام 2019، وذلك حسب التصنيف الذي أعدته مجلة ICIS Chemical Business المتخصصة في مجال الطاقة والبتروكيميائيات.
وجاء اختيار المهندس أمين الناصر في صدارة التصنيف الدولي من واقع تأثيره الإيجابي في أداء الشركة الذي انعكس على مجمل قطاع الطاقة العالمي، حيث اتخذت الشركة مسارات تقنية متقدمة لتحويل النفط الخام إلى كيميائيات، ما أسهم في تعزيز الانضباط الرأسمالي وتقليل النفقات التشغيلية. ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني طويل الأجل لشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك عند درجة مع منحها نظرة AA مستقبلية مستقرة. وأكدت الوكالة أن هذا التصنيف يعكس الإنتاج النفطي الكبير للشركة واحتياطياتها وتكاليف الإنتاج المنخفضة، إضافة إلى اتباعها سياسات مالية محافظة ومرونتها المالية العالية وانخفاض قيمة ديونها. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل: أرامكو السعودية وعلي بابا ينقذان عاما اتسم بالتباطؤ بالنسبة لأسواق الأسهم العالمية. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن مشروعي خط أنابيب نورد ستريم 2 وترك ستريم لنقل الغاز سيدشنان بالرغم من العقوبات الأمريكية، مضيفا أن روسيا تعتزم الرد على الإجراءات الجديدة وفق وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء. ووقع الرئيس الأمريكي قانونا تضمن تشريعا يفرض عقوبات على الشركات التي تشارك في عمليات مد خط الأنابيب نورد ستريم 2 الذي يهدف إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية لنقل الغاز مع خط أنابيب نورد ستريم الشمالي إلى ألمانيا. وسيمكن خط الأنابيب الذي سيمر في قاع بحر البلطيق روسيا من تخطي أوكرانيا وبولندا لتوصيل الغاز. حقق قطاع الاتصالات في الصين أرباحا تجاوزت 171.4 مليار دولار خلال العام الجاري بزيادة نسبتها 0.5% مقارنة مع العام السابق له. وقفز عدد مستخدمي الهواتف الخلوية بواقع 2.7% على أساس سنوي إلى نحو 1.6 مليار بنهاية الشهر الماضي، مع وصول عدد مشتركي شبكة الجيل الرابع إلى 1.28 مليار مستخدم يمثلون 79.7% من مستخدمي الهواتف المحمولة. والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. أنقذ إدراجان ضخمان لأرامكو السعودية وعلي بابا عاما اتسم بالتباطؤ بالنسبة لأسواق الأسهم العالمية في 2019 بعد سلسلة من الطروح العامة الأولية التي لم تتم وتراجعات الأسعار. وبحسب البيانات تراجعت حصيلة أسواق الأسهم العالمية 4.7% إلى 659 مليار دولار في عام 2019، وهو الرقم الذي عززه الطرح الأولي القياسي لعملاق النفط أرامكو الذي جمع 25.6 مليار دولار، والإدراج الثانوي لشركة علي بابا الصينية في هونغ كونغ وجمع 13.5 مليار دولار، حيث ساهمت الصفقتان ب 6% من الإجمالي، وشكلت أرامكو وحدها 15% من أحجام الطروح العامة الأولية عالمياً.